تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش وبدر الدين وعنيسي وصبرة في القضية رقم STL 1101. Good morning to everyone. We start. قدري، صباح الخير جميعا. نحن بدأنا الإجراءات اليوم متأخرين بسبب بعض الأمور التي كان علينا أن نهتم بها مسبقا، ونعتذر على أي إزعاج طرأ بسبب هذا التأخر. والآن نحن هنا لكي نسمع إلى شهادة يدلي بها ثلاثة شهود، أحدهم عبر نظام مؤتمرات المتلفزة، فلنستمع إلى الإدعاء لنعرف المزيد عن ترتيب الشهادات. السيد المن، صباح الخير حضرة القضاة. أنا إذن عن إدعاء مع صديقي السيد جرام كاميرون وسيدة سكاي وينر. السيد بيتر هينز، صباح الخير حضرة القضاة، ممثل قانوني على المتضررين، ومعي الأستاذ محمد مطر والسيدة كوسيتش والسيدة نوريا فيليس. الأستاذ إيميل عون، صباح الخير حضرة القضاة، صباح الخير جميعا. أنا إيميل عون وتوماس هانس، ومعي توماس هانس وجيسون أنتلي وأليستر براون، ونمثل مصالح السيد سليم عياش. السيد إيان أدواردز، أمثل مصالح السيد بدر الدين، ومعي السيدة سارة كودي والسيدة بولين جيرارد. سير حسن، لحماية مصالح السيد عنيسة، ومعي السيد فيليب لاروشيل والسيد دانيال مروب. يونس، good morning for Asad Sabra, David Young along with Dr. Gunnell. سيد يونغ، أنا سيد يونغ، ومعي السيد غويناي المترو والسيد ماتون جوليان ماتون لتمثيل موكلنا. أما معي إذن أنا السيد يوهان سوفي، ومعي سيدة بولا لينش نمثل مكتب الدفاع. Just wondering the presence of the defense office today. We of course appreciate you have the right to wander in and out of the court at will. Is there a particular reason for the defense office being represented in the court today? نحن نود ان نعرف لماذا مكتب الدفاع موجود معنا اليوم. طبعا يحق لكم ان تخرجوا وتدخلوا كما تشاؤون. السيد سوفي، نحن هنا نمثل مكتب الدفاع لأنه قيل لنا أنه يمكننا أن نكون هنا كما شئنا، ونحن هنا منذ بداية الإجراءات وسوف نستمر بالحضور في كل يوم من المحاكمة. شكرا. The only observation we make is قادري، طبعا يحق لكم أن تكونوا حاضرين معنا اليوم، ولكن ونعتبر أن ولكن مكتب الدفاع ليس فريقا في المحاكمة، ولا ضرورة طبعا لأن تعرفوا عن أنفسكم وتسجل أسماءكم في النص المدون، فيحق لكم أن تأتوا وتذهبوا كما تريدون. سيد سوفي، شكرا حضرة القاضي. القاضي ري، أنا لم أحاول إذن أن certainly permitted to be إهانة، ولكن فقط أردت أن أوضح هذا النقطة. سيد سوفي، طبعا لا إهانة. القديري، طبعا يحق لكم أن تأتوا إلى قاعة المحكمة. السيد ميلن، تفضل. السيد ميلن، حضرة القاضي، الشاهد الأول عن الإدعاء يظهر عبر نظام مؤتمرات المتلفزة من بيروت، وهو الشاهد PRH 261. قدري، مسموح. السيد ميلن، طبعا لديه اسم، هل تود مني أن أسألها عن اسمه؟ القادري، يمكنك أنت أن تعطينا اسمه. السيد ميلن، اسمه نزيه أبو رجيلي. القادري، أردت منك أن تعطينا اسمه لتعرف الغرفة عنه. السيد ميلن، طبعا. القادري،
صباح الخير من لايتشندام في هولندا للشاهد عبر نظام مؤتمرات المتلفزة في بيروت. أيمكنك أن تؤكد لنا أنك السيد نزيه أبو رجيلي؟ القادري. شكرا سيد برجيلي لحضورك معنا عبر نظام مؤتمرات المتلفزة وللإدلاء بشهادتك اليوم أمام غرفة الدرجة الأولى التي تنعقد في جلسة في لايتشندام في هولندا. سوف أقول لك بعض الأمور العامة، وبما أنك تدلي بشهادتك عبر نظام المؤتمرات المتلفزة يصعب لنا جميعا هنا أن نشاهد ردات الفعل على الشاشة بوضوح، ومن المهم جدا أن يدون كل ما تقوله ويسجل، وذلك عبر النصوص المدونة، ويتم ترجمته أيضا إلى عدة لغات. ولذلك أطلب منك أن تعرف بأنه يجب أن يكون هناك شخص واحد يتحدث في كل مرة، فاستمع إلى السؤال بانتباه وانتظر بضع ثواني ومن ثم أجب عن السؤال. فأطلب منك أيضاً أن تنتظر حتى ينتهي الشخص من حديثه قبل أن تأخذ الكلمة أنت شخصياً، وأنا أكيد أن كل أمور سوف تسري على ما يرام. هل هذا واضح سيد برجيلي؟ نعم واضح. القادري شكرا. سوف يطرح عليك ممثل المدعي العام بعض الأسئلة، ويليه الممثل القانوني عن المتضررين المشاركين في الإجراءات، ولاحقا قد يسألك أيضا محامو الدفاع أسئلة، ونحن أيضا القضاة في غرفة الدرجة الأولى قد نطرح عليك الأسئلة في أي وقت من إدلائك بشهادتك. Can the witness please be... يمكن لي الشاهد أن يحصل على المساعدة من أجل إلقاء اليمين؟ أقسم علنا بأني أقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق. القادري إذا كنت قد نسيت هذا الموضوع، الآن أعطيك الكلمة سيد ميلن. السيد ميلن، صباح الخير سيد برجيلي. لا أعرف إن كان بإمكانك رؤيتي. أنا ألكسندر ميلن، ونحن قد تحدثنا عبر نظام مؤتمرات المتلفزة سابقا. سوف أطلب منك أن تنظر إلى صورة، هي الصورة التي قد عرضناها سابقا تحت الرقم D049344 في الصفحة 11، ولديها الرقم البينة 11. Mr. Burjeli, can you see that picture? سيد برجيلي، أيمكنك أن تشاهد الصورة بوضوح؟ نعم، شاهدتها بوضوح. سيد ميلن، أيمكنك أن تخبرنا من في الصورة؟ هذا هو خي زاهي حليم أبو رجيلي. السيد من، شكرا. سوف نزيل الصورة عن الشاشة الآن. تعرف
تعرف المحكمة أن أخاك زاهي كان أحد الضحايا الذين لقوا حتفهم في 14 من شباط فبراير عام 2005. أيمكنك أن تخبرنا أين كان يعمل في وقت وفاته؟ كان يعمل هو في أوتيل سان جورج، بوجه الأوتيل في المبنى، كان مكتبه هناك، يشتغل هناك من كذا سنة. And in his home life. سؤال: وفي حياته اليومية ما هي المسافة ما بين منزله ومنزلك؟ بحدود 50 متر. سؤال: هل كنت تراه بانتظام؟ نعم، دائما يعني بالجمعة مرتين ثلاثة. السيد ميلن، أكنت تزوره أو هو كان يزورك؟ يعني اتنين، ما كان في شيء يعني محدد، هو أو أنا أو اتنين كنا. سؤال: نعرف أنه كان متزوجا. Is that correct? هل هذا صحيح؟ نعم. And سؤال: وكم كان لديه من الأولاد؟ عنده بنتين. سؤال: هل كنت ترى أولاده أيضا؟ نعم، البنت الكبيرة كانت هي وصغيرة تقريبا عايشة عنده. سؤال: وهل كنت تعرف زوجة زاهي جيدا؟ نعم، ربنا. سؤال: هل كانت تعمل وقت وفاته؟ نعم، معلمة مدرسي. سؤال: سأطرح عليك سؤالا فيما يتعلق بأحداث 14 من شباط فبراير. بداية، كان لديك وظيفة أيضا أنت شخصيا؟ نعم. سؤال: ويومها في أي منطقة كنت تعمل؟ بمحل عملي، بيت ماري. سؤال: أيمكنك أن تخبرنا كيف عرفت بوقوع الانفجار؟ عرفنا بوسائل الإعلام. سؤال: لمن لا يعرف منطقة بيت ماري، كم أو ما هي المسافة ما بينها وبين سان جورج حيث كان أخوك يعمل تقريبا؟ يعني بالوقت بحدود يعني 30 دقيقة أو ماكسيموم 45 دقيقة. Did you see or hear anything related? سؤال: هل رأيت أي شيء أو سمعت أي شيء عن الانفجار من موقع عملك؟ لا، ما سمعنا الصوت يعني، بس إنه بعد شوي بالتلفزيون سمعنا وشفنا ودهرنا لبرا، لأنه نحن بنشتغل جوا، دهرنا لبرا شفنا الدخان.
سؤال، عندما سمعت بالانفجار هل حاولت الاتصال بأحد؟ جربنا نتصل بمرت أخي وعلى تليفونه أول شيء لقاله شخصياً، ما كان في اتصالات، كان كل الاتصالات واقفة. بعد شي نص ساعة أو ربع ساعة تلفنت لها على التليفون تبعه مرت خيي تلفنا، هي كمان مش عارفة شي ولا في تليفونات عم تعلق ولا شيء. بقى قررت قلت لها أنا خليك يعني تحت، هلا أنا باخد إذن من الشغل وبنزل لعندك وبننزل لتحت بنشوف بنسأل عن القضية، يعني بنشوف عن قريب بنبره وبنسأل شو عم بيصير. سؤال، وبعدها هل غادرت وظيفتك لتلتقيها؟ نعم غادرت وظيفتي ونزلت أخذتها من المدرسة مع زميلي لألا ونزلنا على بيروت. سؤال، وما هي المدرسة التي كانت تدرس فيها وقتها؟ أجل. سؤال، شكرا. بعد أن التقيت زوجته إلى أين ذهبتم؟ توجهنا إلى بيروت وبطريقنا مرقنا على مستشفيات عودة على طريقنا نحن رايحين على بيروت، هو مستشفى أوتيل ديو ومستشفى رزق ومستشفى جعيتاوي ومستشفى الروم. مرقنا على ثلاث مستشفيات، أربع مستشفيات، نسأل بالطوارئ إذا إجا جرحى أو إجا حدا ميت أو شيء من سان جورج من تحت يعني من المنطقة. ومن بعد After you were told that by سؤال، بعد أن عرفت ذلك من المستشفيات إلى أين ذهبت؟ ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية، مستشفى الجامعة الأمريكية. سؤال، أتذكر ما قيل لك وقتها؟ بالجامعة الأمريكية برمنا نزلت مرت خيي أنا مع زميلتها لأنه كان في عجقة كتير هناك وما فيك تصفي، وأنا رحت على صفات يعني بعيد عنهم، واتفقنا أنه لما يرجعوا بينطروني بالمركز المحدد يعني عيني أنه نلاقي بعضنا هناك. وفاتوا هني على المستشفى صاروا يبرموا بين الجرحى وبعدين بدوا يشوفوا يلي كانوا محروقين أو ميتين أو شيء. كان في شخص تحت من قبل الدولة من بيت مزهر، يمكن هو قاضي أو يمكن شيء، بدك تاخدي إذن منه لحتى تفوتي على المحروقين والميتين. بقى أخذت إذن هي وفاتت لجوا وبرمتهم كلهم، وما كان في يعني شيء بيشبه أخي أبدا أبدا. ورجعنا ظهرت لبرا، كنت انا ناطرها وهيدا، حكينا نحن وياها وقلت لي ما في شيء، كل الميتين ما في حدا بيشبه ولا شيء. وقلت لها متاكده من هالشيء هيدا؟ قلت لي متاكده، والزميل اللي كانت معها كمان اكدت هالشيء لانها بتعرفه لخيي منيح يعني. ما كان في شيء. ساعتها نحن حملنا حالنا ونزلنا على سان جورج، وكان في ناس كمان معنا بيبرموا عم بهيدا بغير مستشفيات وبيسألوا. التقينا كلنا تحت بالسان جورج، تحت بالسان جورج عجقة وعالم وهيدا، ونحكي معهم انه في كلهم اكدوا بما كل الموجودين يعني يقولوا لنا انه ما في حدا بقى هون، كلهم برموا كلهم شافوا ما في حدا وممنوع حدا يفوت لجوا، وعتموا ما في ضوء ما في شيء ابدا يعني ما في اشعه شيء ما في اضويه.
اللي بده يمشي على الديحة أو على دوس الولارو، وممنوع من الأشخاص اللي مثلنا نحن يفوتوا لجوا، ضاربين طوق أمني ونحن ممنوع نفوت لجوا. سؤال، أي من كلك أن تذكر الوقت الذي ذهبت فيه لأول مرة إلى موقع الانفجار؟ هذا تقريبا الوقت يمكن شيء 8 بالليل أو يعني بالليل 8 تقريبا، يمكن أكثر شوي أقل شوي. سؤال، وبعد ذلك؟ قررنا انه يعني بدنا نروح لانه برمنا كل المحلات وما لقيناه وما حدا عم بيقول انه في شيء. قررنا نروح نعطي افاده بالمغفر حد ستاركو، في مغفر هونيك مسؤول عن منطقه سان جورج. رحنا لهونيك، المسؤول عن المغفر ما كان موجود، كان في شخص غيره. بقى قلنا له نحن جايين بخصوص نعطي إفادة عن زاهي برجيلي، برمنا المستشفيات وبرمنا وطلعنا على مستشفى الجامعة الأمريكية، شفنا الميتين شفنا المحروقين، ما في له أي شيء. وبرمنا المستشفيات، عدينا له إياهم كمان المستشفيات اللي رحنا عليهم، هالزلمة منه مبين. بعدين مندق على السلولير، دقينا قدامه على السلولير وسمعناه سلولير الخاص انه هيدا السلولير عم بدق، وشافه وسمعه وهيدا. هو على قوله انه بيقول اتصل بالمسؤول وقال له المسؤول يعني ما فيني يعملوا شيء، ما في ضو تحت هلا عدمي. وبعدين كلهم قالوا له انه ما بقى في حدا على اساس عملوا مسح للمنطقة كلها وما في أشخاص وما في شيء. ونحن قلنا له يعني إنه هالشخص هذا مش مبين، ونحن مأكدين يعني إنه منه بين الميتين ومنه بين المحروقين يعني. النتيجة إنه أصر إنه ما في حدا، والصليب الأحمر والدفاع المدني والأشخاص الموجودين تحت كلهم قالوا إنه هذا الشخص منه موجود تحت ولا في له أي أثر تحت. ساعدنا نحن، حملنا حالنا وفلينا، أخذوا منا أرقام تليفوناتنا إذا صار شيء أو جات شيء معهم بيتصلوا فينا. ساعدنا نحن كمرت خي كتير تضايقت يعني، وكنا يعني تضايقنا إنه من هالمشهد ومن هالبرامين ومن هالنطرة ومن هالشو اسمه هيدا. والعالم اللي كانت معنا يعني في منهم قال بده يكفي إنه يبرموا بالمستشفيات الباقية إذا في شيء كذا، أو يرجعوا يسألوا على المستشفيات اللي برمنا فيها. وأنا أخذت وطلعت على البيت بساعة متأخرة يعني، بشي يمكن تنتهي واحدة تنتهي مرة وصلت شي هيك. The following. سؤال، أعدت في اليوم التالي إلى موقع الانفجار؟ نعم، تاني يوم قمت على بكرة ونزلت على مع ابني ومع اثنين أصحابي، نزلوا معي بالسيارة على موقع الانفجار، لأنه ما أجينا لا تليفونات ولا حدا اتصل فينا ولا شيء ولا شيء يعني. ركبت بالسيارة، أنا وصلت لتحت بحدود 9:30 صباحا، وقفت سيارتي بعيدة عن سان جورج بحدود 150 متر أو 100 متر، لأنه ما في محلات توقف هونيك. نزلت منها أنا واللي معي بالسيارة ورايحين لهونيك. نحن يعني بيقولوا وصلنا بنص الطريق، بتطلع سيارة أمبولانس عم بتزمر من سان جورج، بتطلع من هونيك وزمير وهذا. ساعتها نحن ركضنا لنعرف شو القصة وشو في هونيك. وصلنا محل ما عاملين الحاجز واقفين الجيش، وسألنا شو هيدا، قال لقيوا جتي وطلعوها على مستشفى الجامعة الأمريكية.
سألني بتعرفوا لمين هيدي جدتي؟ بروح لجوا بفوت لجوا ما بعرف مع مين بيحكي، بيقولوا هيدي لذاهب رجالي هيدي جدتي. So having been told that, did you then travel to the American University? سؤال: بعد أن عرفت بذلك ذهبت إلى مستشفى الجامعة الأمريكية صحيح؟ صحيح، طلعت على الجامعة الأمريكية على الطوارئ، سألنا دلونا إنه هذه جدتي جابوها وحطينا بالبراد. سؤال: وهل طلب منك أن تتعرف على جثة أخيك؟ نعم، طلب مني ورحت لهونيك، فتحنا الجرور، كان في شخص موجود هونيك، فتحنا سحب الجرور، شفناه. ما بتقولي إنه هذا الشخص هو ميت، لأنه ما بوشي أبدا أبدا، لا رأسه مجروح، لا وجهه مجروح، لا جسمه من فوق يعني مجروح، كل ما في نقطة دم كانت موجودة على الجرور الحاطين، وحطيت أنا إيدي عليها طلعت على إيدي، طلعوا الدمات على إيدي. ما بتقولي هذا الزلمة كان ميت، ما مبين عليه أبدا. وبتعرفي إنه بهيك منظر ما عدنا بعدين واعيين على شو عملنا وشو حكينا وشو طلعنا وشو نزلنا، يعني مشهد بتعرف إنه قديش مؤثر وقديش أيضا. Did you learn how your brother had died? سؤال: هل عرفت كيف توفي أخوك؟ حسب التقرير اللي أعطاه الحكيم من الحكيم القضاء هذا من قبل الدولة يعني الحكيم، بيقول انه خيي من بعد الانفجار بحدود 12 ساعة كان بعده طيب. يعني احنا لما رحنا قدمنا التقرير وكان لو في حدا هونيك او كان في حدا يسمع منا شو عم نقول شو عم، بجوز هذا الشخص ما كان مات خنقا، يمكن مات خنقا، يمكن مات عم بصرخ انه تعوا خلصوني، يمكن يعني فكري انه شو هالمنظر، انه حكيم عم يجي يقول لك هالشخص هيدا من بعد 12 ساعة على الانفجار، حوالي 12 ساعة يعني انه كان بعده طيب ما كان مات. قديش هيدي القصة مؤثرة، ونحن لحد هلا يعني لما بنقعد نتذكر هالشي هيدا بنصير انه معقول يعني ما قدرنا نعمل له شيء، يعني ما مات بهالانفجار، الله خليه طيب لعائلته لأولاده لأمه. جينا نحن اهمالنا وما بعرف شو بدي اقول يعني شو بدي سميها، قتلناه يعني 12 ساعة، يمكن كان واحد بياخده على امريكا، كان واحد بياخده على فرنسا. يعني تصوري حضرتك او حضرة المحكمة الموقرة انه 12 ساعة يعني هالزلمة عم بيعاني تحت الركام اللي كان فوق منه. Since that time. سؤال: ومنذ ذلك الوقت، منذ خسارة شقيقك، كيف تأثرت عائلتك؟ بداية يمكنك أن تخبرنا عن والدتك ربما؟ يعني الوالدة كل النهار بتقضيها بكي ووشها وبتتذكر، كان يجي ياخدها مثلا، هي ساكنه معي، كان هو يجي مثلا عنده فرصه عنده شيء ياخدها يقعد هو وياها، بنام عنده شيء مثلا ليله ليلتين بالشهر بالجمعه، يعني اكيد هلا بتضلها قاعده ما عندها شيء الا بكي وعنعنه وخيك وكان وبين وهالاشياء هذه، يعني تاثر اكيد. بعدين قد ما كان هيدا خيي ونحن اثنين بالبيت لا اكثر ولا اقل، يعني في هو وفي انا، وبي متوفى أنا من زمان، بتعرفي يعني عنا أم عايشة معنا، بيجي هو بخدها بشمم الهواء، عايز شيء بده شيء كمان بيساعدني فيها كمان. We understand. سؤال: Your
عرفنا أن زوجة أخي قد انتقلت للعيش خارج لبنان. لا داعي أن تخبرنا إلى أين ذهبت، ولكن هل صحيح أنها غادرت لبنان؟ من بعد سنتين، نعم، حوالي سنتين، يعني سنة ونص سنتين. And I think moved with. سؤال، وانتقلت للعيش خارجا مع ابنتيها، هل هذا صحيح؟ نعم. سؤال، كيف تأثرت بخسارة زوجها زاهي؟ يعني مثل كل مرة بتأثر، يعني بجوزها، يعني بجوزها هذا الزلمة، عايش هو وياها، يعني بيروحوا على الشغل لحتى يعيشوا حياة كريمة ويعيشوا أولادهم. يعني سؤال، وبالنسبة لك شخصيا كيف تأثرت؟ شو خي، يعني جزء مني وعايشين سوا، يعني عيشة كريمة، بنروح لعند بعضنا بنزور بعضنا، عايشين مرتاحين، ومعايشين أمي معنا، عايشة يعني أخوي بحبوا بعضهم، يعني بدلوا سوا، ما في مشاكل بين بعضهم، ما في شيء، كل واحد عايش ببيته. يعني سؤال، شكرا جزيلا سيد برجالي، كانت هذه كل أسئلتي، ولكن أطلب منك أن تنتظر مكانك، قد يكون هناك أسئلة أخرى. Any questions from the legal representative? القادري، سؤال من الممثل القانوني المتضررين. لا. هل من أسئلة من قبل محامي الدفاع؟ الجواب لا، من قبل سيد إيان أدواردز. القادري، لا يرغب محامو الدفاع في طرح أي سؤال عليك سيد أبو رجيلي. نحن كقضاة في غرفة الدرجة الأولى استمعنا إلى إفادتك، وليس لدينا من أسئلة إضافية. بفضل إفادتك تكونت لدينا صورة عن خسارة شقيقك والمعاناة التي تلتها، ونحن في غرفة الدرجة الأولى نرغب في أن نعرب عن كامل تعاطفنا معك ومع عائلتك من جراء خسارة أخيك زاهي، ونشكرك على تخصيصك الوقت والتوجه إلى المكان المحدد لكي تدلي بإفادتك عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وإن لم يكن لديك ما تضيفه بذلك نعتبر أن إفادتك انتهت، إلا إذا كان لديك ما تضيفه. ما عندي شيء أضيفه، إلا بس الموت اللي ميتة، هالعذاب اللي تعذبه قبل ما تطلع روحه، هيدا نحن ما عم نقدر ننساه. يعني لما نتذكر، يعني هذا الإنسان لو مات دغري مكان قعد 12 ساعة أو 11 ساعة أو 10 ساعات أو ساعتين ثلاثة، قديش تعذب فيهم، وشو كان عم بيقول. نحن هذا اللي مضايقنا، شو كان عم بيقول بهالوقت، هذا الزلم اللي عاش 12 ساعة طيب تحت الأرض، وما حدا عمل شيء، ولا حدا ساعدنا، ولا حدا فكر فينا. القادري، نحن في غرفة الدرجة الأولى استمعنا إلى كلماتك المعبرة، ونعبر مجددا عن عميق تعاطفنا على الخسارة التي تكبدتها أنت وباقي أفراد العائلة. نشكرك على الإدلاء بإفادتك أمام المحكمة الخاصة بلبنان. شكرا. I understand you have القادري،
لديك شاهد تالي وهو موجود هنا في هولندا. سيد ميلن، من هو؟ هذا صحيح، يقول السيد ميلن الشاهد التالي يحمل الرقم PRH352 وكان قد تقدم بطلب للحصول على تدابير الحماية. For the trial chamber. والطلب موضوع حاليا أمام غرفة الدرجة الأولى. Your Honor, I recall that the original. حضرة القضاة، في طلبنا الأساسي كنا قد طلبنا تدابير حماية متعددة ولكننا لم نتوصل إلى تحوير الصوت، وأنا الآن أطلب شفاهيا من غرفتكم أن تحوير صوت الشاهد التالي. القاضي، هل إن أي من محامي الدفاع يعترض على هذا الطلب الشفهي بتوسيع تدابير الحماية بحيث تتضمن تحوير الصوت؟ القاضي ري، في حال عدم وجود أي اعتراض فإن غرفة الدرجة الأولى ستصدر أمرا فيما يتعلق بطلب المدعي العام توفير تدابير حماية، والأمر هو الشفهي هو التالي: في 21 من يناير تقدم طلب الادعاء بتدابير حماية للشاهد PRH352 الذي سيدلي بإفادته اليوم. هل بما أن هذا هو الأمر الأول الذي نصدره في مجال تدابير الحماية، استشهد بالمادة 133 من قواعد الإجراءات والإثبات التي تسمح للغرفة بإصدار أوامر تتعلق بحماية هوية المتضررين أو الشهود، رغم شرط أن يكون ذلك متلائما مع حقوق المتهمين، وطبعا ذلك بعد أخذ إذن من الشاهد عفوا. وأن الادعاء في طلبه الخطي في 21 من كانون الثاني يناير أطلعنا على أن الشاهد شخصيا طالب بتدابير الحماية في اليوم السابق، أي في يوم 20 من يناير، وذلك بسبب مشاغل تتعلق بأمنه وسلامته وتتعلق أيضا بالوضع المتوتر السائد في لبنان حاليا، وهذه المشاغل مفصلة في الملحق السري المرفق بطلب الادعاء، وهذه التدابير التي طلبها الادعاء تتضمن: أولا، طلبا بالإبقاء على هوية هذا الشاهد سرية. ثانيا، بأن 5-2 فقط من خلال اسم مستعار خلال الجلسات العلنية. ثالثا، بأن يتم تحوير صورة الشاهد التي سيتم بثها علنيا، أي أن لا تكون الصورة واضحة إلى الجمهور ومنقطة. ورابعا، فإن أي من الوثائق السرية يجب أن لا تفصح عن هوية الشاهد أو أن أي معلومات تتعلق به. وخامسا، في حال اطلع وسائل الإعلام أو أي أطراف آخرون على هوية الشاهد فهم ممنوعون من الإفصاح عن هذه المعلومات. وبعد ذلك طلب الادعاء أيضا إضافة تحوير الصوت فيما يتعلق بإفادة هذا الشاهد، واعتبر الادعاء إلا أن هذه التدابير تدابير الحماية لن تؤثر على حقوق المتهمين، خصوصا أن الدفاع لديه كل المعلومات المتعلقة بهذا الشاهد وبهويته. وبأن الطلب كان ملحا وسريعا، فإن الغرفة اختصرت المهلة الزمنية للردود من قبل محامي الدفاع، ومحامو الدفاع المتهمين ثلاثة اعتبروا أنهم لا اعتراض أو لن يردوا على هذا الطلب، بينما اعتبر محامي الدفاع عن بدر الدين أنه ليس لديه أي موقف ردا على هذا الطلب.
وغرفة الدرجة الأولى بالتالي تعتبر أن تدابير الحماية المطلوبة وتحديدا منح اسم مستعار وتحوير الصوت والصورة إنما هي تدابير حماية تتلائم مع ظروف شخصية محددة خصوصا إذا كان للشاهد مخاوف تتعلق بأمنه. كما أننا في غرفة الدرجة الأولى نعتبر أن السماح بهذه التدابير أي تدابير الحماية لن تؤثر على حقوق المتهمين في هذه المحاكمة، وبالتالي فإن غرفة الدرجة الأولى تقبل بطلب الطلب الشفهي الذي تقدم به الادعاء لمنح هذه التدابير تدابير الحماية للشاهد PRH352. سؤالي للسيد ميلن أو سؤالي، ما هو الوقت الذي سيستغرقه توفير تدابير الحماية هذه لهذا الشاهد؟ I'm informed that القادري قيل لي ان تحوير الصوت يحتاج الى حوالي ربع ساعة من الوقت، وهذا الشاهد يلي شاهدا اخر كنا قد استمعنا اليه عبر نظام مؤتمرات المتلفزة. سيد ميل، هل يمكننا ان استفيد من الوقت بدل رفع الجلسة؟ السيد ميلن، لن أفرض أي أمر عليكم. هل يمكننا ربما إن شاءت الغرفة أن نستمع إلى إفادة الشاهد الثالث ربما قبل استراحة الغداء القادري؟ كم ستستغرق إفادة الشاهد التالي APRH352؟ السيد ميلن، ربما نصف ساعة أو أكثر بقليل. هل الشاهد الثالث موجود هنا؟ السيد ميلن، نعم الشاهد الثالث موجود هنا، ولكن قد تستغرق إفادته وقتا أطول، وقد تقع في وقت استراحة الغداء أو تطول إلى ما بعد استراحة الغداء، وهذا ما لا نحبذه. القادري، ربما من الأفضل أن نأخذ استراحة صغيرة لفترة صغيرة، بعدها نستمع إلى الشاهد 352. تفضلوا بالوقوف.